الحقيقة أنا بعتبر إن قراءة التاريخ مهمة، هذا أكيد، هي رد فعل، هذا أكيد أيضا. لكن أخشى أننا نواجه الهوية بهوية. الحوثيين هم عصبية، هم مكون عصبوي، وهم يمتلكوا مقومات العصبية، بيمتلكوا الجغرافيا، بيمتلكوا الإرث التاريخي أيضا، هم لديهم إرثهم، هم أيضا لديهم يحدثوا عن خطاب أيضا بيستخدموا فيه مصطلحات وطنية مثل اليمنيين مقابل السعوديين. فأنا أخشى الاستغراق في الهوية، الخطاب الهوية. سنجد الحوثيين أولا هم تكوين عصبوي أكثر تماسك، يمتلك قيادة، بينما أنت لا تمتلك مشروع سياسي واضح. الأهم أنك ليس أنت الهوية، الأهم هو السياسة. إذن الهوية الوطنية أيضا هي لا يمكنها أن تكون مبنية بدون مشروع سياسي أو بدون وجود دولة، فبالتالي هذا أيضا إشكالية أخرى. لا يمكن بناء الهوية على مخطوطات وعلى حضارة، أنا أسف أن أقول أنها اندثرت، هي لم يتبقى منها إلا آثار. هي مهم قراءتها، مهم دراستها، مهم الانتفاع بها، مهم معرفة روح هذه الحضارة ومعرفة هذه الحضارة وكيف استطاع اليمنيين بناءها وكيف هدموها أيضا. لأنه أي مرحلة حضارية ليست مشرقة بنسبة 100%، ودائما تشهد ازدهار وتشهد اندثار. فهذا كله أيضا مهم، لكن في النهاية عندما الحوثي يتكلم باسم الدين، فالدين حاضر في هوية دينية، الدين حاضر بين الناس. حتى مسألة التمايز الهاشمي في بعض المناطق في اليمن لا زالت حاضرة، الفكرة لم تندثر، يعني في بعض المناطق الجبلية التي لم يدخلها تعليم ولا مدارس، في مناطق هي عمليا يعني إذا كان